واضح ان الصحافة والاعلام في امريكا اخدوا خط الهجوم على رئيسهم لدرجة ان هم بيهاجموا كمان الدول اللي ادارته متبنية التقارب معاها. جريدة النيويورك تايمز المعروفة بقربها للحزب الديمقراطي واللي كانت بتساند هيلاري كلينتون مصممة على استمرارها في اتجاه خلط الاوراق والتغاضي عن الحقائق المثبتة على مر 6 سنين. الغريب في الموضوع لما الواحد بيبص على التحركات الدولية والتقارير الدولية عن مصر ويلاقي إيجابيات وتحول في المنظور بسبب الفهم للأوضاع، بنلاقي حملة بتقوم من جانب بعض الصحف والتلفزيونات اللي مسيطر عليها نفس المال ونفس الفكر اللي كان مهيج الدنيا واللي نتيجته شفناها وبنشوفها في الدول المجاورة. طب هو مش الواحد لما بيشوف نتيجة خاطئة لأعماله وأفعاله وأقواله بيحاول يغيرها في المرة اللي بعدها علشان النتيجة ما تطلعش هي هي؟ طب هما ليه مصممين على نفس النهج الخاطئ؟ هل يا ترى محتاجين إحنا يبقى لنا تواجد أكثر فعالية على الساحة الأمريكية؟ هل إغلاق مكاتبنا الإعلامية في نيويورك وغيرها كان من القرارات الصائبة؟ هل اعتمادنا على شركات علاقات عامة ولوبينج فقط ده الحل؟ ولا لازم يبقى لنا تواجد خاص بينا احنا على الأرض؟ لما نبقى بنحاول نجذب استثمارات بنبقى محتاجين كل الجهد والإمكانيات والكفاءات والأجهزة اللي تساعدنا في تحسين الصورة الذهنية وتصدير الواقع والحقائق. التوفير يبقى بحسن الإدارة مش بالحرمان من التواجد على الأرض، لأننا في أمس الحاجة للتواصل مع عملية الإصلاح اللي احنا ماشيين فيها اللي بتأهلنا للانطلاق، الانطلاق اللي بيهدد منافسين كبار وكتار. مساء الخير وأهلا بحضراتكم في برنامجكم أسواق وأعمال. النهاردة هنتكلم عن قانون من القوانين اللي احنا منتظرينها، قانون الإفلاس. حضراتكم عارفين ان ده من القوانين اللي محتاجينها مع قانون الاستثمار الجديد، لان في فرق كبير بين اللي بيعمل مشروع ويخسر وبين اللي بياخد فلوس وينصب. هنحاول نفهم اكتر عن القانون ده واهميته وتأثيره في الفقرة التانية والاخيرة. اما دلوقتي فهنبدأ باهم ما تناولته الصحف المصرية من الناحية الاقتصادية، ونبدأ بخبرنا الاول من جريدة الاهرام تحت عنوان الرئيس توفير حصص الخبز بدون نقصان. المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية قال ان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة الاستمرار في توفير حصص الخبز للمواطنين المستحقين للدعم بدون نقصان، مع أهمية حماية حقوقهم والحفاظ على الدعم المقدم لهم بما يحقق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وتوفير السلع الأساسية للمواطنين. طيب دلوقتي هينضم لنا مراسل اون لايف بكر الشرقاوي وهيكلمنا عن اخر التطورات في ليبيا تحديدا في بنغازي عن الهجوم الاخير والوضع على الارض. اهلا وسهلا بك بكر، قول لنا اخر التطورات الميدانيه ايه؟ اهلا زميلي ايمن، اخر التطورات الميدانيه هو نجاح القوات المسلحه العربيه الليبيه في السيطره على كل من منطقه راس لانوف ومنطقه السدره ومنطقه بنجواد. تلك الثلاث مناطق هي المناطق الاستراتيجيه هنا داخل ليبيا وهي التي تمثل عصب الاقتصاد الليبي. هذه المناطق نجحت القوات المسلحه العربيه الليبيه في الهجوم صباح اليوم على الميليشيات الارهابيه المسلحه التي كانت سيطرت خلال الاسبوع الماضي على تلك المنطقه بعد هجوم، ونجحت في تخفيض انتاج النفط الليبي. نجحت القوات المسلحه العربيه بغطاء جوي وبغطاء بحري في الهجوم
على تلك الميليشيات وهربت تلك الميليشيات خارج 3 مناطق. الآن تستعد القوات المسلحة العربية الليبية في اقتحام منطقة النوفالية، وهي آخر منطقة بالهلال النفطي الليبي، بعد تمشيط كامل نجحت فيه القوات المسلحة العربية الليبية بالسدرة وراس لانوف وبنجواد. كما نجحت القوات المسلحة العربية الليبية أيضا في إيقاف عملية كانت من المقرر أن تقوم بها الميليشيات المسلحة في اتخاذ الحي السكني بمنطقة راس لانوف مركزا لها، واستخدام المدنيين كدروع بشرية أمام القوات المسلحة العربية، ولكن حالت القوات المسلحة العربية دون ذلك وهجمت على تلك الميليشيات. والآن الميليشيات تهرب من تلك المناطق جنوبا وغرب ليبيا. طيب، بشكرك شكرا جزيلا بكر الشرقاوي مراسلنا، مراسل اون لايف من بنغازي. طبعا هيبقى في متابعه لاخر الاحداث والتطورات في الثلاث مناطق، وهيبقى في متابعه من جانبنا معك خلال اليوم. بشكرك شكرا جزيلا استاذ بكر الشرقاوي مراسل اون لايف من بنغازي. نرجع ل أهم ما تناولته الصحف من الناحية الاقتصادية ونروح لخبرنا الثاني. خبرنا الثاني من جريدة الأخبار تحت عنوان البنا في لجنة الزراعة بالنواب، مفيش حباية قمح هتروح للقطاع الخاص. امبارح في مجلس النواب وزير الزراعة عرض خطة زيادة مساحة الأراضي المزروعة بالقمح 1,600,000 فدان، وده لتوفير احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد ومنه تقليل الطلب على الدولار. الوزير شدد على ان مفيش حباية قمح هتروح للقطاع الخاص، وان سعر توريد القمح هيبقى حسب درجة جودته. النواب طلبوه انه يكون بالاسعار العالمية افضل. الخطة او خطة وزارة الزراعة شملت اجراء دراسة لحصر مساحات الاراضي المزروعة بالقطن والارز وقصب السكر والبنجر والكميات اللي بنستوردها من الخارج. ليه؟ علشان نوفر كامل احتياجات المواطنين. نروح لخبرنا الثالث والأخير من جريدة البورصة تحت عنوان المسودة النهائية لقانون الإفلاس المعروضة على مجلس الدولة. الجريدة نشرت المسودة النهائية لقانون الإفلاس اللي هيتم إقراره خلال أيام. المسودة بتتضمن 4 أبواب رئيسية، الأول في الأحكام العامة، والتاني الطلبات اللي بتتقدم لإدارة الإفلاس، والتالت بتصفية الخاصة بتصفية موجودات التفليسة، أما الرابع فهو الخاص برد الاعتبار والعقوبات. الخبر تناول موافقة مجلس الوزراء على القانون خلال يناير اللي فات، وإن مجلس الدولة أوشك على الانتهاء من مراجعته تمهيدا لإرساله لمجلس النواب ومن ثم الإقرار بعد التداول. القانون الجديد عرف الإفلاس بأنه حزمة من الإجراءات والقواعد الهادفة إلى حماية مصالح الدائنين والحفاظ على حقوقهم حال تعثر التاجر وتوقفه عن دفع ديونه التجارية. المشروع مشروع القانون ألزم المشروع ده بيتضمن 264 مادة، وده ألزم المحكمة الاقتصادية بالفصل في جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون، ونص على إنشاء إدارة للإفلاس بكل محكمة اقتصادية تختص بمباشرة إجراءات الوساطة في طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس وإشهار الإفلاس. النهاردة زي ما قلنا في البداية هنتناول الخبر ده بمزيد من التفاصيل مع ضيوفنا في الفقرة أو الفقرتين الجايين، وبكده نكون خلصنا فقرتنا الأولى. هنطلع فاصل ونرجع لحضراتكم، فخليكم في أسواق وأعمال. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. الفقره دي هنتكلم فيها عن قانون الافلاس. لقائنا النهارده في الاستوديو الاستاذ محسن عادل نائب رئيس الجمعيه المصريه للتمويل والاستثمار، وموجود معانا عبر اللايف فيو الدكتور عاطف الشريف رئيس مجلس اداره شركه الشريف للاستشارات والمحاماه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك استاذ محسن. خليني
أبدأ مع حضراتكم وأسألكم الأول أستاذ محسن، يعني إيه قانون إفلاس وليه دلوقتي؟ قانون الإفلاس ببساطة شديدة جدا هو آلية واضحة للتخرج من السوق. الفكر اللي احنا كنا ماشيين بيه لفترات طويلة قوي ان انت بتنمي وبتطور وبتحدث في آليات الدخول للسوق، بتسهل تأسيس الشركات، بتسهل الإجراءات، بتسهل العمليات الخاصة بيه، ولكن في النهاية قد يحدث تعثر مالي نتيجة تغيرات حصلت في الاقتصاد، نتيجة سوء إدارة، نتيجة عدم القدرة على الاستمرار في الصناعة بتاعتك، أو أمور كثيرة من هذا القبيل. فيجب أن يكون هناك آلية واضحة ومتكاملة ومنهجية للتخرج من السوق. اللي كان موجود عندنا في مصر كان عندنا بعض المواد الموجودة في قانون التجارة، وهي مواد قديمة إلى حد كبير، يمكن الدكتور عطف هيتكلم فيها بشكل أفضل مني في هذه الجزئية، ولكن الأمر كان النهاردة محتاج إلى منهج جديد. أولا منهج ما يخليش اللي بيتخرج من السوق مهدد بالسجن أو مهدد بالتوقف عن ممارسة نشاط مرة أخرى، أن يفرق ما بين المشروعات الصغيرة المتوسطة والمشروعات الكبيرة، أن يكون في نوع من أنواع الآليات أو المرونة اللي موجودة بالنسبة للإجراءات اللي ممكن تكون لحمايته من الدائنين، بمعنى أن أنا النهاردة ممكن أستمر شوية بس أنا محتاج أن أنا أهيكل نفسي لفترة ما بدل ما الناس تخش وتبدأ أنها تضغط عليا، فيبقى عندي القدرة أن أنا أستمر لفترة زمنية معينة. فأنت حطيت النهاردة ما يطلق اسم مظلة للحماية من الدائنين، وده اللي بيسمى في الولايات المتحدة الأمريكية شابتر 11 في قانون التجارة، وده من الأمور المتعارف عليها على مستوى العالم. عشان برضو الناس تبقى عارفة ليه بقى دلوقتي، ده سؤال حضرتك التاني دلوقتي، لأن أنت بتغير مناخ استثمار كامل دلوقتي. الناس كلها بتشتكي ان الشركات اللي بيشهر افلاسها بتقعد عشرات السنين لغايه ما تتصفى دلوقتي، نتيجه ان دول العالم اللي حواليك واللي يعني ما كانش فيهم الان بتنافسك في الاستثمارات زي الامارات والمملكه العربيه السعوديه بتطرح النهارده قوانين افلاس من افضل ما يمكن على مستوى العالم، نتيجه ان انت كمان عندك تعقيدات موجوده بشكل هيكلي في الاجراءات اللي موجوده جوه قانون الافلاس الحالي. لكن الامور محتاجه بشكل او باخر الى اعاده صياغه بقى للمنظومه نفسها، واتصور دي هيكون في حوارنا النهارده مناقشه فنيه بالنسبه لك. القانون الموجود حاليا قانون جيد، لكن هذا القانون يحتاج الى تخفيف شويه في مواده. عدد مواده كبير وعدد مواده في بعض الاحيان فيها اطاله يمكن انها تكون في اللوائح التنفيذيه بدل ما تكون في نصوص قانون ذاته. وده كان في نفس التعليق برضو على قانون الاستثمار ان هو كبير النهارده الحمد لله قسموه قوي قسموه. دكتور عاطف، طبعا حضرتك سمعت اللي قاله الأستاذ محسن، وعادة الواحد كان بيختلط عليه الأوراق إن هو لما بيبقى باجي ببتدي شركة بيبقى عندي دراسة جدوى، بروح البنك بستلف أو باخد قرض علشان أبتدي المشروع بتاعي وما توفقتش والشركة ما بتكملش، وبالتالي اللي بيحصل البنك بيبقى عايز فلوسه والموضوع بيتحول إلى النيابة وبيتقبض عليا أن أنا نصاب. هل قانون الإفلاس بيعالج المعضلة دي؟ مساء الخير أستاذ شريف، ومساء الخير على ضيفك الأستاذ محسن وعلى مشاهدين أون لايف. خلينا نتكلم يعني إيه الأول إفلاس. الإفلاس ببساطة شديدة يا فندم، تاجر توقف عن سداد ديون التجارية وبالتالي حكم بإفلاس، يمتنع عن إدارة أمواله وبيعينه أمين تفليسة يدير أمواله لصالح جماعة الدائنين. حضرتك طبعا بالنسبة للقانون الجديد ده أنا يعني شايف إن هو استكمالا لمنظومة التشريعات الاقتصادية اللي أصدرتها الدولة في الفترة الأخيرة، واللي كان من بينها إنشاء محاكم اقتصادية متخصصة ساهمت بصراحة بشكل كبير في حل منازعات الاستثمار، وأعتقد وكذلك قانون الدمغة ضربة الدمغة وقرار تعويم الجنيه، وبالتالي كل ده ساهم في إنه نعمل منظومة للتشريعات الاقتصادية لتنشيط الاستثمار، وبالتالي ده القانون بتاع الإفلاس ده أنا شايف إنه هو تتويج لهذه المنظومة في التشريعات الاقتصادية. طيب هل القانون عالج حكاية أهم آلية من آليات القانون إن هو شال الحبس من كعقوبة مترتبة على الإفلاس وجعل الحبس في حالة واحدة فقط، أن يكون المفلس مدلسا؟ يعني القانون وضع عدة آليات، أول حاجة هو أنشأ إدارة متخصصة اسمها إدارة الإفلاس في المحاكم الاقتصادية، ودي كان من أهم الحاجات اللي نشأت في القانون الجديد، وكان لها دور وهيكون لها دور في المستقبل
في حل العديد من المنازعات. إدارة الإفلاس دي هتساهم في تقليل عدد القضايا الإفلاس المنظورة في المحاكم. إدارة الإفلاس دي هتساهم في لو واحد كان متعسر ممكن يقدم طلب لإعادة الهيكلة بتاعت الشركات بتاعته، وبالتالي هيكون ده وسيلة كبيرة لتعويم الشركة وإن الشركة ما يصدرش عليها حكم بالإعدام، وفي نفس الوقت كمان يعني وسيلة جيدة للطرفين، للمستثمر اللي تعثر وللمدينين والمرتهنين اللي هم طيب لهم حقوق عايزين يستأدوا. دكتور عاطف، انت اشرت الى مادة اللي هي تشال بيها موضوع الحبس من مما كان عليه او المفروض ان هو هيحصل ان هو هيتشال الحبس، بالاضافة الى انشاء الادارات في المحاكم الاقتصاديه بهذا صحيح. الموضوع ايه تاني ابرز ما تضمنه القانون من وجهه نظرك استاذ مرس؟ ثلاث حاجات زي ما الدكتور عاطف كان بيتكلم من دقائق. ازاله الحبس جزء مهم جدا، انشاء الادارات وتنظيمه في المحاكم الاقتصاديه جزء اخر. الجزء الثالث وده الجزء المهم قوي 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 من وجهه نظري، هو مساله ان انت بتدي للشخص الذي اشهر افلاسه امكانيه للاعاده للسوق بعد ذلك، مش ان ده خلاص الراجل خد رصاصه الرحمه وانتهى ولم يكن له دورا جديدا يمكن النظر اليه من مره اخرى. في نفس الوقت كمان انت بتنص على امكانيه اتفاق الدائنين او المنظومه المتعلقه باعاده الهيكله المتعلقه بالمدين، وده امر في غايه الاهميه. انا شخصيا كنت اتمنى ان يضاف اليها ما هو موجود حاليا في الباب 11 من قانون التجاره الامريكي، وهو المتعلق ب تدخل الدولة لإنقاذ بعض أنواع الشركات من عمليات الإفلاس، وبالذات اللي بيكون فيها حجم عمالة ضخم أو فيها حجم استثمارات كبير. لكن هذا الأمر أنا أتصور أن الدولة بتقوم به من خلال الجهاز المصرفي ومن خلال جهات مختلفة بصورة يمكن ما بينصش عليها داخل القوانين، ولكن في الأمر الواقع ده بيحدث. خليني أقطعك بس ثانية واحدة وهنكمل. نازل على الشاشة دلوقتي وزارة البترول أعلنت تعيين عابد عز الرجال رئيس تنفيذي للهيئة العامة للبترول، وأيضا وزير البترول قام بتعيين المهندس أسامة النقلي رئيس الشركة القابضة رئيسا للشركة القابضة للغازات، تعيينين في وزارة البترول. تفضل استاذ محسن، اسف مقاطعه. التغييرات الجديده والدماء الجديده تدخل داخل الاقتصاد المصري يا رب خير. يا رب. ان شاء الله. الفكره ان انت النهارده بتدي روح وحركه في هذا المجال، بتسمح شويه بان عمليات اعاده الهيكله تمشي في اطار طبيعي، وده امر جيد جدا، ويمكن ده يكون ملموس اكتر في اطار اهتمامك بالشركات الصغيره المتوسطه. لان النهارده لما شركه صغيره بتتعثر، وده بيحصل كتير، والتجارب الدوليه بتقول، والدكتور عاطف ليه كتاب كبير على هذا الموضوع في مجال المشروعات غير متوسطة، الثلاث سنين أولانيين بالذات جزء مش قليل بيصل الى في بعض الحالات 30-40% من الشركات الصغيره المتوسطه بتتعثر وبتخرج خارج السوق. فالنهارده فكره تسهيل عمليه التخرج بتاعتها وعوده ملاكها او مستثمريها مره اخرى للسوق، ووضع اليه معينه تضمن حقوق الدائنين نتيجه حسن النيه اللي كان متوفر، هذه الامور كلها زي ما الدكتور عاطف قال من دقيقه بعيد عن فكره التدليس وهي الامر الوحيد سوف يكون فيه عقوبه الحبس، هو امر في غايه الاهميه كنت محتاجه النهارده عشان تخلي في حاله من حالات الحراك داخل الاسواق وفي قدره معينه للحفاظ على الاصول الانتاجيه وعدم اللجوء للتصفيه الا في حدود معينه. وانا اتمنى طالما احنا بنعمل هذا القانون الان ان يتم تعديل المواد اللي موجوده في قانون الشركات المصري رقم 159-81 المتعلقه بعمليه التصفيه بصوره تخفف منها وتساعد في تفعيل دورها بشكل اكبر من المجال. لازم يبقى بالتوازي، يعني الدكتور عاطف النهارده ده هيواجبه تغييرات اخرى ولا هو ده بس، وايه تاني محتاجينه في الفتره اللي جايه؟ بالنسبه لحضرتك يا استاذ شريف، انا اسمي ايمن على فكره، انا اسمي ايمن على فكره، بس احنا قلنا انه حصل لي الشرف يعني. استاذ انا اسف ايمن بيه، ده انت كنت زميلنا في البورصه وطبعا كنا زمايل مع بعض. معلش انا اسف. اتفضلي اتفضلي. اهلا وسهلا يا استاذ ايمن، الله يخليك ايمن بيه. بقول لحضرتك انه معالجه او محاوله الوصول الى مرحله الانتشار او النشاط الاقتصادي بيتطلب منظومه كبيره، من ضمنها الموضوع بتاع قانون الافلاس ده. هو ده طبعا يعتبر احد التروس في المنظومه بالكامل.
احنا محتاجين ايه؟ احنا محتاجين حاجات كتير جدا. احنا محتاجين نرجع للمستثمر الاجنبي انه هو يبقى عنده جاذبية للاستثمار في مصر. اجنبي بس ولا للمصري كمان؟ المستثمر المحلي برضو كان بيخاف جدا من قصة الحبس. الاثنين يا استاذ ايمن، المصري والاجنبي. ولكن احنا بنتكلم على انه المصري ده يمكن قد يكون عنده انتماء فبيعايز يستثمر في بلده، لكن الاجنبي ما لم يكن هناك حافز ليه، ايه اللي هجيبه مصر؟ وخصوصا ان دول العالم كلها اصبحت يعني قرية مفتوحة. القانون زي ما حضرتك اتكلمنا قبل كده يعني بيشمل العديد من المزايا اللي انا شايفها، ويمكن ابقى اضم صوتي للاستاذ محسن ان القانون عدد مواده كبيرة، حوالي 264 صفحة في باب واحد او فصل، وفي باب واحد مثلا في حوالي 195 صفحة، وهو الباب الثاني بتاع الطلبات التي تقدم الى ادارة الافلاس. وده كان ممكن اختصاره في 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 جزء، وزي ما برضه بضم صوتي للاستاذ محسن في ان احنا المفروض ان احنا كنا نخلي بعض الاجراءات المتعلقه باداره الافلاس في اللائحه التنفيذيه. انا يعني انا عايز اقول انه انا شايف انه ده من افضل الحاجات، اللي هو موضوع قانون الافلاس ده اهو، لا سيما انه ده هيسعى الى انه يحسن مركز مصر في المؤشر الخاص بممارسة الأعمال وإدارة الاقتصاد، وإحنا تقريبا متأخرين فيه شوية، لأن إحنا في حوالي في المركز السبعين أو في السبعينات. إحنا لازم نحاول، الدولة ممثلة في وزارة الاستثمار بتحاول تحسين مركز مصر في هذا التقرير بتاع ممارسة الأعمال، وأعتقد أنه قانون الإفلاس. بس خليني أسألك سؤال دكتور عاطف، النهاردة اللي أنت بتتكلم عليه ده طبعا أنا متفاهم اللي حضرتك بتقوله، بس هل القصة هي إصدار تشريعات او تغيير المنظومه بحيث ان احنا يبقى عندنا احسن منظومه اللي بيها نتحسن في الـ الـ القوائم والتقارير الدوليه، ولا اهم ما في الموضوع التطبيق؟ انت تجربتك ايه؟ تجربتي انه يجب ان يكون بالتوازي مع اصدار القوانين، لابد ان يكون ان الافراد يخضعوا لتدريب كامل على فكره ثقافه المستثمر، على فكرة انه لازم ان المستثمر ده شيء حد جاي يساعدني في بلدي، وبالتالي انه منظومة القوانين وحدها لا تكفي. لانه حضرتك حتى الفترة الحالية، وان كانت وزارة الاستثمار في الفترة الاخيرة بدأت تاخد مجموعة من الاجراءات، انه امتداد ساعات العمل، العمل في يوم السبت، ده كله طبعا بيأثر بالايجاب، ولكن برضو تبقى فكرة ثقافة الموظف. اللي اذا كان مثلا ابسط مثال، مثلا حضرتك انت النهارده علشان تروح تاسس شركه في هيئه الاستثمار لازم تصلي الفجر في الجامع اللي جنب هيئه الاستثمار وتاخد رقم، يعني لو رحت الساعه 8 ولا 8 ونص الدور مش هيجي عليك انك انت تاسس شركتك النهارده. منين انا بقول ان انا عايز انشط الاستثمار، ومنين انا يعني البيروقراطيه واصله الى درجه غير معقوله، يعني يمكن زياره واحده بس لمكاتب هيئه الاستثمار اللي احنا بندعي انها شباك واحد هيخلي المستثمر ممكن، يعني انا اعرف في بعض البلاد انه الموظفين شغالين شفتات، ثلاث شفتات كل الامارات مثلا، انت حضرتك تنزل في الطياره تاسس الشركه وترجع تاني لو معاك كم ساعه ترانزيت تاسس شركتك وتمشي. ايوه بس واضح ان لسه المعلومه برضو لسه ما وصلتش يا دكتور عاطف، ان هو اللي احنا عارفينه ان دلوقتي في منظومه فضل. جديده انا بس مش فاهم حضرتك كويس يا استاذ ايمن، عشان كده معلش اتفضل. طيب بقول لحضرتك في معلومه بس عايز اوصلها لحضرتك، ان هم بصدد دلوقتي ان هم يخلصوا المنظومه اللي تتيح لك انك تاسس الشركات عبر شبكه الانترنت اونلاين، يعني هتعملها على الكمبيوتر. ده شيء كويس، ده شيء كويس. دي مادة منصوص عليها في التعديلات الجديدة اللي داخلة في قانون الاستثمار الجديد، وهيكون في شكل من أشكال التسهيل بالنسبة لي عمليات التأسيس الإلكتروني. والأهم من كده الشيء بقى اللي أنا أتمناه واللي عارف إن الدكتور عاطف هيشاركني فيه هذه الأمنية، إن نفعل القرار اللي صدر في 2015 بإن كل الشركات عندما تؤسس بنظام الإيداع المركزي وليس بأسهم ورقية. هذه المادة عندما صدرت في 2015 احنا اتفقنا بيها بشكل كبير، وقلنا إن النبي يا محسن اشرحها لي كده بطريقة بسيطة، يعني ببساطة حضرتك بشكل بسيط جدا. النهارده لو حضرتك بتروح تأسس شركة بتصدر الأسهم بتاعتك ورق، شوية ورق كده في إيدك، فجأة بيها لأيمن بيه أو للدكتور عاطف أو لمحمد أو لإبراهيم، هبيعها بورق بنفس الطريقة. الورق ده بيتزور،
الورق ده بيتم التلاعب فيه، الورق ده بيفقد، الورق ده ما تقدرش انك تتبع بشكل واضح في احيان كثير عمليات مين اشترى ومين باع من مين، لان في احيان كثير بتتم باجراءات معقده جدا. فالمساله ببساطه، لا انا النهارده وانا باسس شركتي في مكتب صغير لشركه مصر المقاصه موجود داخل هيئه الاستثمار، راجل ياسس شركته هنا او يعملها اونلاين ويروح مشترك في نظام الايداع المركزي، ورقه كله بقى اونلاين، الاسهم بتتداول اونلاين، العمليات بتتنفذ نفس الطريقه، الشفافيه بتكون كامله، هيكل المساهمين واضح بالنسبه لي، وده اللي النهارده خلى هيئه الرقابه صدرت باب جديد داخل اللائحه التنفيذيه لقانون سوق المال، هو باب 13، عشان تقول مين المستفيد الفعلي من العمليات والتداولات اللي بتتم، وده امر في غايه الاهميه. النهارده لما كله يبقى اونلاين قدامي زي ما حضرتك وزي ما الدكتور عاطف قلته، ببساطه الشفافيه هتكون كامله، قواعد الحوكمه هتطبق بشكل واضح، عندي اليه رقابيه واضحه، المساهم مش هيتزور له اسهمه، مش هتضيع عليه الكومونات بتاعته، مش هتضيع عليه اي شيء، وكل الاجراءات هتكون موجوده. مصر المقاصه قللت الرسوم بتاعه القيد في نظام الايداع المركزي، وده امر جيد جدا، وفرصه النهارده عشان نقدر نطور ونحدث ده. القرار صادر بتعديل قانون رقم 17/2015 من شهر مارس من 2015، من سنتين، وحتى الان لم يفعل بشكل كافي داخل هيئه الاستثمار. اتمنى مع التعديلات الجديده هذا التعديل كمان يدخل، لان ده هيحل لنا كمان اجزاء كتير من المشاكل الموجوده عندنا النهارده. يعني انت بتتكلم على منظومه متكامله لازم تتحل مره واحده، مش شويه، يعني مره هنا قانون ومره هنا قانون، لا لازم تقفل الدايره. يعني انت حضرتك محتاج انك تبدا الاول بقانون المتعلق بالتراخيص الصناعيه، ومعاه قانون بتاع اراضي الدوله عشان مساله الانشاءات، ثم تعديل في قانون سوق المال وقانون الشركات المصري، ثم تعديل في القانون المتعلق بالمشروعات الصغيره المتوسطه، ثم تعديل في قانون الافلاس اللي هو الخاص بالتخارج. هي حزمه متكامله مع بعضها بتتحرك في نفس التوقيت. من الامور مثلا اللي يجب اخذها في الاعتبار، وعلى ذكر الدكتور عاطف وهو استاذنا في ده، تحدث على موضوع المحاكم الاقتصاديه. المحاكم الاقتصادية حتى الآن ليس موجودا في قرار إنشائها إنها تنظر في منازعات شركات تأمين، رغم إن شركات تأمين واحدة من الأنشطة الأصيلة واللي موجودة في القانون رقم 10/2009، وده أمر في غاية الأهمية، محتاج النهارده إنك تعدل ده عشان تدخله. أمور من هذا القبيل تطور كتير في مناخ الاستثمار. هاخد رأيك في هذا الكلام يا دكتور عاطف، ولكن بعد الفاصل هنطلع فاصل ونرجع نكمل حديثنا على قانون الإفلاس والقوانين المصاحبة لتحسين المناخ الاستثماري في مصر للمستثمر المحلي ومن ثم الأجنبي. خليكم في أسواق وأعمال. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية، نتحدث عن قانون الإفلاس والتشريعات الأخرى المصاحبة التي يجب أن تتواكب مع هذا القانون الجديد أو تيجي تباعا. ضيوفنا النهاردة اللي بيكلمونا عن هذا الموضوع دكتور عاطف الشريف، رئيس مجلس إدارة شركة الشريف للاستشارات والمحاماة، ومعي في الاستوديو الأستاذ محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية. دكتور عاطف، النهاردة اللي كان بيتكلم عليه الأستاذ محسن، الاحتياج إلى تغيير في قانون الشركات، الاحتياج إلى إصدار قوانين جديدة مصاحبة مثل الأراضي، قانون الأراضي، مثل التراخيص الصناعية صحيح. وإلى آخره. أنت شايف إيه المنظومة لو كانت موجودة هتقفل الدايرة؟ طيب هو مش سمعنا، خليني ابدا بتقرير في المنظومه. طيب اتفضل يا فندم. اولا انا بضم صوت الاستاذ محسن في موضوع انه الشركات تقيد في شركات الايداع، واحنا ما دام بنتجه الى الدوله الالكترونيه، ليه الحكومه الالكترونيه؟ ليه ما بقاش في ربط بين هيئه الاستثمار وشركه مصر المقاصه والايداع المركزي والبورصه وهيئه الرقابه الماليه، بحيث انه المستثمر يروح لجهه هيئه الاستثمار، اول ما ياسس جميع بياناته وجميع كل الداتا بتروح على طول بتبقى موجوده في البورصه وفي المقاصه وفي الهيئه، ويكون القيد بالنسبه لشركه الايداع ده قيد
اعتقد انه وفقا للقانون يجب ان يكون الزامي علشان ما يحصلش زي ما قال محسن بيه موضوع التزوير او حاجات زي كده. المنظومة اهم حاجة في المنظومة هي العنصر البشري او رأس المال البشري، ده لازم يغير ثقافته عن الموضوع ده، لازم يغير ثقافته عن الاستثمار في مصر، لازم يتعامل مع المستثمر بأفضل صورة ممكنة علشان نقدر نجذب المستثمر. يا أستاذ أيمن، المفروض أنه أول حاجة في المنظومة هو من يطبق القانون، لأن القانون مصر فيها قوانين على فكرة، يعني بالنسبة مثلا حتى قانون الإفلاس كان الباب الخامس من قانون التجارة 17 سنة 1999 كان بينظم الإفلاس، وفي مواد كبيرة تقريبا كانت موجودة. المشكلة يا أستاذ أيمن زي ما حضرتك وزي ما الأستاذ محسن كان بيقول، التطبيق، عايزين تطبيق كويس، لا توجد منظومة دون تطبيق جيد، ده رأيي. طيب امبارح كنا بنتكلم ودكتور عبد الله غراب وزير البترول الأسبق كان بيقول لك احنا عايزين مستثمرين، ولما نجيب مستثمرين يعني بنتعبهم قوي، يعني بنحب نجيب مستثمر قوي والبيروقراطية والموظفين بيتعبوا المستثمر قوي. هل الكلام اللي بيقوله الدكتور عاطف النهاردة انك انت القصة مش قصة قوانين، القصة قصة فكر وكيفية التعامل مع المستثمر؟ بالتأكيد كلام الدكتور عاطف سليم 100%، وانا هقول لك على موقف انا شفته بعيني من ايام قليلة. السيدة وزيرة الاستثمار كل خمس دقايق بتنزل تحت في هيئة الاستثمار وبتلف في الصالة عشان تتأكد وتتيقن 100% ان الموظفين بيتحركوا وان هم بينفذوا الاجراءات والعمليات السريعة اللي هي تم الاتفاق عليها. ما كانش هيحصل ده لو انت عندك ثقة وآلية ان العملية ماشية بشكلها الطبيعي او ان الاجراءات بتمشي بالسرعة الكافية. فكرة ان انت وصلت لاعلى مستوى تنفيذي داخل الجهاز الاداري وهو وزير ينزل يتحرك بنفسه بهذا الشكل، فده معناه ببساطة ان انت عايز توضع منهج جديد وآلية واضحة. بس دي جزء من المشكلة، بس هو بيقولك المشكلة مش في القانون، ان انت عندك قوانين بتعالج الامور دي، ولكن المشكلة في التطبيق، وجزء منها في مشكلة كمان تانية، وده اللي بيخلي دايما انت بتلجأ لتعديل القوانين. قوانين كتير قوي من اللي اتعملت خلال سنوات سابقة تركت المواد، وده الدكتور عاطف يعني استاذنا في هذا الموضوع تركتها في نقطه ما يطلق عليها نقطه جدليه، او انك بتسيبها للراي الخاص بالموظف اللي هو بيعمل ده او الجهه اللي بتنفذ هذا القانون، فبتخلي في بعض الاحيان بترى الامر بمنظور وفي احيان اخرى بترى بمنظور اخر. المساله النهارده محتاجه شفافيه واضحه، محتاجه تحول الكتروني زي ما حضراتكم اتكلمتوا من دقايق، محتاجه ان يكون في جدول زمني واضح داخل القوانين، ما واضح جدا انت هتاسس خلال قد ايه، واضح ان انت هتشرق افلاسك خلال قد ايه، تقدم طلب التفريس خلال كذا، يصدر تقرير خلال كذا، يتم الانتهاء خلال كذا. الاجراءات اللي من هذا النوع اللي هي شفافيه المواد ووضع جداول زمنيه والتحول الالكتروني كلها هي الظاهره اللي واضحه في الثلاث قوانين المعروضه دلوقتي قدام البرلمان، بدءا من قانون الاستثمار لقانون الافلاس لقانون التراخيص الصناعيه، الثلاثه مع بعض ماشيين نفس هذا المنهج. الاليه دي هدفها الرئيسي انك دعم حوكمه وتقلل مده زمنيه وتقلل فكره ان كل واحد بيبقى ليه وجهه نظر من الإخوة الموظفين بيفتح بيها باب لمشاكل إدارية والتعقيدات، ومش عايز أقول فساد لكنها في أحيان كتير بتوصل لكده، لأن في النهاية بيبقى السلطة مطلقة بالنسبة له، هو اللي بيفسر المادة، هو اللي بيرى وجهة نظره فيها إيه، وده أمور محتاجة النهاردة أن ينظر ليها في نطاق واسع شوية. أمور من هذا القبيل محتاجة إعادة هيكلة وإعادة نظر وإعادة ضبط لهذه المواد. الأمور النهاردة محتاجة زي ما الدكتور عاطف قال وأنا هأيده في ده، المسألة مش مسألة الشعارات لوحدها، مش شركة إنك عملت قانون خلاص الدنيا كلها اتحلت، مش شركة إن أنت عملت قانون مثلا للمرور كل خلاص مشاكل المرور كلها اتعملت عندنا. أنت بتعمل بده بتحط جزء من المناخ العام، لكن باقي أجزاء المناخ العام محتاجة تعديلات كتير، محتاجة هيكلة، محتاجة إعادة تدريب للموظفين، محتاجة تقليل لمعدل الإجراءات. الأمر ده أنا شفته في دبي هناك من التجارب اللي كان بيتكلم عنها الدكتور عاطف، بتتكلم بشكل واضح جدا 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 على درجة الإجراءات وحجم الإجراءات اللي بتتخذ عشان حضرتك من أول ما تدخل لغاية ما تاخد ترخيص تاني، بيقول لك هم ست إجراءات هتتخذوا. في مصر بيوصل ده في بعض الأحيان لأكثر من 20 إجراء، احنا النهارده بنحاول نقللهم لغاية ما يوصلوا 15، لكن الإجراءات دي معناها كل ما تقلل فيها وكل ما تكون واضح شفاف. أنت بتقول هناك ست إجراءات وأنت بتحاول على الأكثر وهنا انت بتحاول تقلل ل 15 من 20 ل 15 ليه ما يبقوش 6؟ يعني ليه النهارده يعني انا عندي النهارده ما يسمى
بالبست براكتس، افضل الممارسات صحيح. في العالم. يعني مثلا لما تيجي تعمل، اتوقع هذا يعني اتخيل هذا، العاصمه الاداريه الجديده مثلا، لما بتتكلم على النقل العام يبقى بتتكلم على احدث ما توصل له العلم صحيح. في النقل العام اللي هو البتاع اللي عامل زي القطر ده للناس راكباه والعربيات ماشيه من تحتيه والشوارع. يعني ليه دايما بنحاول ان احنا نوصل لتقليل ما هو موجود يا دكتور عاطف، مش للوصول لاحدث ما هو موجود في العالم؟ مش معانا؟ طيب رد انت على السؤال ده. هي ببساطه شديده، انت وانت بتبني العاصمه الاداريه بتبني على ارض فاضيه، فطلب انك تخطط وتحط وتنظم لفترات طويله. لكن النقطه ببساطه، لو انت بقى العكس بتبني على منظومه تشريعيه ومستقر موجوده بقى لها عشرات السنين، المساله هنا بتحتاج الاول الى شكل اشكال موائمات ثم انتقالات ثم توصل الى البيست براكتس. واللي احنا شايفينه دلوقتي قدامنا ان اللجنه الوزاريه اللي بتعمل عشان تحسين ترتيب مصر في مؤشرات الدوينج بيزنس وصولة الاعمال على مستوى العالم، واضحه ممارسه الاعمال على مستوى العالم، بدات انها تعمل اجراءات هيكليه من ضمنها القاء اللي حضرتك شفته النهارده اللي صدر من الهيئه العامه للاستثمار بتعديل اللائحه التنفيذيه للقانون، من ضمنها بعض الاجراءات اللي بيتم اتخاذها الان في قوانين الشركات وبعض القوانين الاخرى، من ضمنها اجراءات كتيره بتتخذ مع عدد كبير من الجهات عشان تقلل اجراءاتها، زي مثلا حضرتك توصل الكهرباء او الميه او الغاز الطبيعي او انك توصل بنيه تحتيه. كل دي اجراءات سهله ومن البسيط انك تعملها. وبمناسبه احنا عندنا بعض المناطق داخل مصر عدد الاجراءات فيها اقل من السته دول، زي على سبيل المثال المناطق الاقتصاديه الخاصه في محور قناه السويس، انت بتعمل هناك الاجراءات كلها في اربع اجراءات فقط وليس اكثر من ذلك، وده افضل حتى من دول تانية، لدرجه ان مصر في بعض التصنيفات الدوليه اللي بتنظر اليها من ناحيه المناطق اللي موجوده فيها، ترتيبنا في التصنيف بالنسبه لسهوله تاسيس الشركات اسهل من دول كتير متقدمه جدا عننا، وده امر معناه ببساطه في المناطق الخاصه. المناطق الخاصه، لان انت قدرت انك انت تحل كل المشاكل، بنيت على ارض فاضيه وبنيت بشكل واضح لمنظومه تقدر انك تبني عليها مستقبلا. لكن المناطق القديمه والاشكال القديمه، انت عندك بعض القوانين موجوده من الثلاثينات. موجوده من الثلاثينات وقوانين موجوده ومتداوله لغايه دلوقتي. احنا عندنا المرسوم العالي باصدار قانون الشخص الواحد لا زال موجود في مصر لغايه النهارده، ولغايه النهارده بنحارب عشان ننهي مشكله شركات الشخص الواحد، وده امر في غايه الاهميه النهارده. العالم كله مفيش حاجه اسمها شركه مساهمه تجيب اتنين اصحابك وتيجي تقول لي عايز اعمل شركه. شركه معناها ان ممكن اروح بنفسي اعمل ده. مصر الدولة الوحيدة اللي بتمنح حضرتك انك في الشركات المساهمة تحط لقب العائلة على اسم الشركة. تسألني حضرتك تقول لي ليه؟ اقول لك والله العظيم بقالي اسبوع بسأل ما حدش قادر يجاوبني على السؤال ده ومش قادر الاقي له اجابة. طيب ماشي، مع هذا عندنا تغيير بيحصل. انا يعني تغيير قوي المرة دي، تغيير قوي جدا واخد بالك. بس انا اللي بحاول افهمه النهارده، الفكر اللي موجود واعي لده، وانا عارف ان الناس اللي موجودين واعيين لما هو مطلوب للوصول الى التنافسية العالمية، ايه اللي واقف في طريقهم علشان ينفذوه؟ يعني انت عندك قانون الاستثمار مثلا، عندك اتحاد الصناعات قام بدور رائع في هذا القانون وشغال مع البرلمان ومع الجهات الاخرى ايضا. قانون الافلاس هل حصل فيه نفس التوافق ولا لسه؟ وفي احيان كثيره، ولكن الكل ليهم ملاحظات بسيطه، جزء منها عدد المواد الكبير، جزء اخر ان في اماكن يعني بعض المواد قد تنقل الى اللائحه التنفيذيه افضل، جزء ثالث متعلق بشكل اساسي بمساله طول الاجراءات، وهم محتاجين الاجراءات تقل شويه عن كده والفتره الزمنيه تقل لفتره اطول. جزء كمان تاني متعلق بالدوائر اللي هتنظر ليها زي ما كان الدكتور عاطف بيتكلم من دقائق، وده امر مهم ان هو يؤخذ فيه الاعتبار. لكن لا، القانون اتعمل عليه نقاش مجتمعي في حاله ترحيب في مجتمع الاعمال، الملاحظات اللي عليه يمكن يعني حلها داخل البرلمان. وانا باكد بقى المره دي ان البرلمان جدي جدا في عمليات المناقشات. انا حضرت يوم الاحد الماضي وبصفه من الصفات اللي انا بشغلها اجتماع اللجنه الاقتصاديه في البرلمان، وكان في نقاش مفتوح، كانوا جايبين اكتر من 110 من ممثلي جهات مختلفه، ودي اول جلسه نقاشيه للموضوع، والناس اتكلموا بحريه كامله والبرلمان منفتح تماما على ده. وكان من نتائج هذه الجلسه ان هم دعموا فكره قسم قانون الاستثمار الى قانونين، واحد بيتعلق بالحوكمه المتعلقه بهيئه الاستثمار واجراءاتها، والاخر متعلق بالضمانات والحافز اللي بتقدم للمستثمرين. لو في اوقات تانية مش هكذب على حضرتك الناس كانت هتخاف انها تاخد قرار من دوت.
لو في ظروف تانية داخل مصر كان يقول لك لا ده قرار، ده القانون ده يتعرض على مجلس الوزراء وراح لمجلس اعلى الاستثمار بيقول السيد رئيس الجمهوريه، فاحنا ازاي نعدل فيه؟ احنا بالكتير قوي نعيد في ترتيب الصياغات ولا ترتيب المواد. لكن النهارده لا، البرلمان بيقوم بدوره التشريعي بشكل واضح جدا، بيحاول ان هو يطبق افضل الممارسات. فكره انك بتقعد مع مجتمع الاعمال وبتاخد منه كل الاراء والافكار اللي موجوده بشكل واضح هو خطوه انا شخصيا شايف انها ايجابيه جدا، بياخدوا بيها بشكل واضح. بقول لحضرتك ما حصلتش قبل كده ان جه البرلمان وقال هقسم القانون قانونين وهتحرك الاثنين يعني مع بعض. ده قرار تم اتخاذه وتم الاعلان عنه النهارده على لسان السيد عمرو غلاب اللي هو رئيس اللجنه الاقتصاديه في البرلمان عبر وكاله رويترز الانباء، واعلن رسميا على هذا الاتجاه. وده انا من وجهه نظري اتجاه حميد جدا وخطوه في غايه الاهميه، اللي هو تقسيم قانون استثمار، قانون الاستثمار المقدم الى مجلس النواب الى قانونين، قانون خاص ب هيئه الاستثمار والاجراءات الخاصه بالتاسيس وخلافه اللي هي بيطلق عليها ضوابط الحوكمه، والجزء الثاني من الحوافز والضمانات او القانون الثاني بقى، القانون الثاني خاص بالحوافز والضمانات الاستثمار. هم راوا ان ده الشكل البيست براكتس، وده بمناسبه فعلا مطبق عالميا. لما حضرتك تشوف القانون المصري كان فيه 114 ماده تقريبا، النهارده مفترض ان هو بعد هذا التقسيم هينزل لحدود 70 او اكثر قليلا في عدد المواد، وباقي المواد هتنقل الى قانون اخر. الاثنين هيمشوا في نفس التوازي مع بعض عشان يضمن استقرار البنيه التشريعيه لهيئه الاستثمار، وبالذات ان القانون او المسوده اللي كانت مقدمه كانت فيها وضع لهذه البنيه. لكن الامر الاكثر اهميه النهارده ان في استجابه، في روح، تحس كده ان في تحرك، بتوع هيئه الاستثمار بيتحركوا بشكل قوي. رئيس هيئه موجود في مناقشات اللجنه كل يوم، وزيره الاستثمار بتروح طول الوقت، بتشوف حضرتك حراك موجود في وزاره الاستثمار كل يوم، بقى في حركه، ناس بتخش وناس بتيجي، بعثه من البنك الدولي موجوده النهارده في مصر عشان تحسن ترتيب مصر في تصنيف سهوله ممارسه الاعمال وازاي نقدر نعمل ده، بعثه ثانيه موجوده من صندوق النقد الدولي هتكون خلال ايام بتتكلم معانا على اجراءات لازم تتم. بنتكلم النهارده ان في روح كده جديده بدات تظهر، والروح دي بتشمل كمان عدم تخويف المستثمر بصراحة. يعني بالقرارات اللي هي بالاثر الرجعي اللي بترجع بسبب انك مثلا اخذت موافقه في زمن ما وعملت مشروع ونميت منطقه، ترجع عليه وتقول انت اخذته ببلاش زمان ازاي. الجزئيه دي، جزئيه المصداقيه والاستمراريه، علشان ما نخوفش المستثمر من اللي جاي. شوف يا فندم، اللي انا اقدر اثق فيه تماما ان من لم يخالف قانون ولا قاعده ولا مارس عملا يعاقب عليه القانون بالتاكيد لا يحق لاي جهه انها تقوم بمعاقبته. المسائل اذا ما كانت ماشيه في اطارها القانوني والتشريعي الصحيح ففي النهايه ما حدش هيجي ناحيه مستثمر. لا، انا بتكلم هنا على تشريعات، يعني انت عارف التغيير اللي احنا بنحاول نوصل له هو علشان نتلافى الاخطاء السابقه. صحيح، واخد بالك، علشان يبقى مناخنا فعلا جاذب. انت دلوقتي اللي حاطه واضح تماما في هذه الامور، بل مش كده وبس، انا هدي حضرتك مثال صغير قوي كان بقالنا اكتر من 10 سنين بنطالب بيه. قانون سوق المال كان بيعاقب دائما او يعني بيسمح بان الدعوه الجنائيه تتحرك على عضو متابع ورئيس مجلس الاداره باضافه للمسؤول الفعلي اللي عمل المخالفه داخل. النهارده احنا بنضيف ماده جديده داخل هذا القانون بنقول فيها بوضوح شديد ان المسؤول الفعلي هو اللي يعمل ده، واذا علم عضو منتدب او رئيس مجلس الاداره وشارك فيها يعاقب هو كمان. لكن مواد المسؤول الفعلي بتاكد بالفعل ان هناك تغير بيحدث خلال هذه الفتره. الأستاذ محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا. بشكر كمان الدكتور عاطف الشريف رئيس مجلس إدارة شركة الشريف للاستشارات والمحاماة. أنا آسف إن الصوت مش واصل لحضرتك، في مشكلة تقنية، ولكن بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا. طبعا بشكر حضراتكم، وبكرة يوم جديد وبرنامجكم أسواق وعمال.